أصول النعم بعد الإيمان ثلاثة، من حازها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والسؤال: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعم الثلاث في هذا الحديث؟ والجواب: لأن هذه النعم الثلاث اعتاد على وفرتها ووجودها أكثر الناس حتى أصبحوا لا يشعرون بقيمتها، فهي كما قيل أهون موجود وأعز مفقود، فمن فقد إحدى هذه النعم الثلاث فكأنما فقد قطعة كبيرة من الدنيا. فهل هي مسألة سهلة أن تنام أنت وأهلك وأسرتك آمنا بينما أطار الخوف أعين النوم عن الكثيرين؟ هل هي مسألة سهلة أن تأكل ما لذ وطاب بينما يتقاتل كثير من الناس على قطعة خبز يابسة وعلى ماء آس؟ هل هي مسألة سهلة أن تأكل بيديك وأن تمشي برجليك بينما قطعت أيد وأقدام كثير من الناس؟ فاستشعروا نعمة الله عليكم ثم احمدوها.